نيابه عن خادم الحرمين الشريفين استقبل صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود اصحاب السمو الملكي الامراء وسماحه مفتي عام المملكه واصحاب الفضيله العلماء والمشايخ وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون وقاده القطاعات العسكريه المشاركه في حج هذا العام. وخلال اللقاء اكد ولي العهد السعودي ان ما تقدمه المملكه من جهود بالتعاون مع اجهزه الدوله الاخرى من اعمال متواصله لخدمه حجاج بيت الله الحرام هو محل فخر واعتزاز. مشيرا الى ان المملكه ستواصل بذل الجهود وتسخير الامكانيات لتيسير اداء الحج كل عام. مضيفا ان التضحيات الكبيره واعمال الشرف والبطولات التي يقوم بها رجال المملكه حفاظا على امن المملكه ومقدساتها هو نهج سار عليه ابناء هذه المملكه ولن يتوانوا عن حمايه امنها وصون استقرارها وحفظ مقدراتها